يقول السائل: هل من كلمة حول المقاطعة، حيث يعني ظهرت بعض الإعلانات عندنا المروجة المدفوعة الثمن تقول أن من يعني يشتري هذه السلع التي يعني يكون وكيلها أو أي نعم يكون قد ساهم في قتل إخوانه في فلسطين، وهذا منشور عندنا في البلاد، أي نعم منشور عندنا في البلاد في الشوارع وكذا، هل قتلت اليوم فلسطيني بهذه يعني عن طريق شرائك لهذه السلع؟ أقول بارك الله فيكم، يوم أن بدأ ما يسمى بالربيع العربي وهو الصقيع الغربي، والربيع الغربي يوم أن بدأ اتصل بي تاجر يبيع مورد للبيبسي، بيبسي كولا، فقال: يا أخي جاءني شابان عليهما سيم السنة والخير، فقالوا: أهرق هذا البيبسي لأنه بضاعة أمريكية. فقلت له: ما السيارة التي يمتطونها ويركبونها؟ فقال: سيارة فورد. قلت: إذن قل لهم يحرقون الفورد ثم أرق البيبسي. إن أحرق الفورد، طبعا أنا لا أقصد أن الأمر بإحراق الفورد، لكن أقصد أنهم لا يفقهون، أن هؤلاء لا يفقهون من الدين شيئا. فيا عبد الله، المقاطعة من الذي ينظمها إذا احتيج إليها؟ الذي ينظمها ولي الأمر، والذي يعلم المفاسد والمصالح المترتبة على ذلك هو ولي الأمر. وأما المقاطعة الفردية للبضائع وما إلى ذلك، والله الذي يقول إنها إعانة للكفار ضد المسلمين، والله إنه لا يفقه. أنت ثوبك الذي عليك، سيارتك التي تمتطيها، بيتك الذي تسكنه، من أين أثاثه؟ هذا كلام فارغ لا قيمة له، لا يتفق مع الشرع، لا من قريب ولا من بعيد. ولكن لو أن ولي الأمر ومعه العلماء رأوا أن المقاطعة مجدية في وقت ما، فلهم ذلك. أما ما يردده أحدهم عن شيخنا الشيخ العثيمين من تساؤلات حول هذا الموضوع، والله ما فهموا كلام الشيخ ولم يفقهوا، بل فهموه خطأ. وكلام العلماء إذا كان لهم كلام مجبل وكلام مفصل، انتبه لهذه النقطة يا عبد الله، فإنه يجب علينا أن نحمل المجمل على ماذا؟ على المفصل. علماءنا لهم منهج، لهم منهج معين يسيرون عليه في كافة أمور الشرع. فلو أن أحدا منهم لو قدر أنه قال كلاما فهمه الناس على غير منهجهم المعتمد عند لهم، لو فهم الناس أنه أحد أنه على غير منهجهم، فهذا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون زلة عالم، وزلة العالم لا تتبع، تحفظ كرامته ولا يؤخذ بزلته، وإما أن يكون كلاما مجملا فيحمل على ماذا؟ فيحمل على المفصل، فيحمل على المفصل. ولا يجوز بحال أن نستغل جملة واحدة فهموها فهما خاطئا، أو فهمها بعض الناس فهما خاطئا، وتركنا مئات المسائل أو مئات المسائل التي سار فيها علماؤنا على منهج السلف. فانتبه لهذه النقطة يا عبد الله، كن على بينة من أمرك، ما تأخذ أشياء وتغيب عنك أشياء، لا تأخذ المجمل وتترك المفصل، لا تأخذ الكلام الذي يحتاج إلى تفسير، بينما لعلمائنا كلام جيد يفصل هذه المسائل التي فهمها هؤلاء الناس خطأ. والحكم على الشيء كما يقال فرع عن تصوره.